وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنتاج أعمال درامية تجسد بطولات رجال الشرطة المصرية لتعريف الجيل الحالي بما قدموه من تضحيات لخدمة الوطن. ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إنتاج أعمال درامية قصيرة لكل شخصية لعبت دورا بطوليا في جهاز الشرطة. وعايز أقول لكم إن إحنا محتاجين اللي أنتوا عملتوه ده. لو طلع حتى مسلسلات، كل مسلسل 5 حلقات لكل شخصية من الشخصيات اللي أنتوا ذكرتوها دي، هتعرفوا الناس قد ايه ان البلد دي كان طول عمرها يعني بيقولوا ولادة للابطال وللرجال اللي الظروف قدمتهم، بس الناس ما تعرفهمش، وان كانت عرفتهم ساعتها ما تعرفهمش دلوقتي. فاتصور ان احنا محتاجين نطلع الشخصيات ديت بالشكل اللي يليق بيها، مش لازم بمسلسل طويل يعني ياخد مدة طويلة، لكن يعني فقرة حتى كده 5 حلقات لكل شخصية والدراما تشتغل فيها وتقدم من الصورة اللي احنا محتاجين، مش نحسنها، نحافظ على حسنها. الصورة اللي احنا محتاجين نحافظ على حسنها اللي هي صورة المصري اللي بيعمل في القطاع ده لأنه هو مصري، واللي احنا كان محاولة كبيرة جدا اتعملت خلال السنين اللي فاتت، واللي كان آخرها من 10 سنين ولا أكتر، كان الهدم كان هدفه حاجة واحدة، إن الجناح ده ما بقاش موجود عشان البلد تتاخد. هو كده للي عايز يعرف، نكسر الشرطة ليه؟ عشان ناخد البلد. نكسر الجيش ليه؟ عشان ناخد البلد أو نضيعها.